هربوا من الحرب التي تدور في بلدهم أوكرانيا، متجهين إلى أقرب نقطة حدودية للفرار من أتون المعركة، منفذ دانوب النهر في رومانيا، يعد الملاذ الآمن لآلاف اللاجئين الأوكرانيين منذ اندلاع الحرب مع روسيا. وضعي جدا صعب وأبحث عن مكان آمن لي، وأنا من مدينة خرسون وهي تحت الاحتلال من الجنود الروس، وعندي طفلين غير قادر على توفير المعونة لهم. السلطات الرومانية من جانبها تسارع لتقديم الخدمات الطبية والمواد الغذائية ومستلزمات الرعاية الأولية للأطفال والكبار. نقدم مساعدات للجميع من احتياجات أساسية مثل الملابس والطعام والأغذية الخاصة بالأطفال. وفي الجهة الأخرى من المنفذ، أوكرانيون يريدون العودة إلى بلدهم للإطمئنان على ذويهم أو إنهاء معاملاتهم الشخصية حسب قولهم. أنا عائدة إلى أوكرانيا للقاء والدي، ثم سأعود إلى رومانيا. غادرت أوكرانيا بداية الشهر الماضي واتجهت إلى اسطنبول، والآن أعود إلى بلادي لأن الحياة مستمرة. الحياة اليومية على المعبر تكشف بجلاء كيف يعيش الأوكرانيون بين خيارين كلاهما مر، فإما عودة خطرة إلى الديار وإما هروب من الحرب، تاركين كل حياتهم وراء ظهورهم. كلما يتصاعد التوتر العسكري في أوكرانيا يزيد تدفق اللاجئين على الحدود، ما جعل الفرق الإغاثية تعمل على مدار الساعة لمساعدة هؤلاء اللاجئين. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، من الحدود الرومانية الأوكرانية.